بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أعز الفلاوين، مرحبا يسون، إن شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير وبأتم الصحة والعافية. وصفتنا لنهار اليوم هي وصفة غنية عن كل تعريف، سهلة وبسيطة بمكونات موجودة في كل بيت، ألا وهي وصفة البسبوسة. بسبوسة تاعنا تاع نهار اليوم حضرتها بنكهة البرتقال، درتها في قوالب فردية، زينتها بكريمة الحلواني ولا لاكريم باتيسيير بذوق البرتقال. إذا هذا هو الشكل تاعها النهائي. ندوزو مع بعض نشوفوا المكونات وطريقة التحضير لهذه الوصفة. بسم الله على بركة الله. نبداو في الأول نحضرو شربات ولا السيرو. إذا هنايا عندي زوج كيسان تاع سكر بربعة كيسان تاع الماء. هنايا الكاس يوزن يرفد 200 مليلتر. إذا هنايا درت الكاس الأول والكاس الثاني الثالث وربعة كيسان من الماء. إذا كيما راكو تشوفو هنايا الكاسرونة صغيرة، أنا غلطت كي درت في هذه، دوك نقلبها في كاسرونة واحدة أخرى. إذا هذا الكاس الرابع. ندير شرائح تاع الليمون، نرى دوك نحرك هكذا السكر باش ما يلصقليش في لو فون تاع الكاسرونه. نحطو فوق النار يغلي، من بعد نحطو على نار متوسطه حوالي 15 دقيقه حتى يعقد شويه ونطفيلو. بسم الله. مع بعض نبداو في المكونات. اذا هنا نحتاجو زوج حبات بيض، عندي كاس تاع السميد، نصف كاس خليط بين السميد والفرينه، عندي قرصه تاع الملح، نصف كاس تاع الزيت نباتي، ونصف كاس تاع عصير البرتقال مبشور حبه برتقال. هنا عندي 3 مغارف كبار تاع السكر، ما يعادل ربع كاس. اذا هنا كنت درت ربع الكاس وفرغته هنايا، يعادل 3 مغارف. عندي كيس خميره كيميائيه هنايا 11 ولا 10 غرامات، وزوج حبات بيض. انا الوصفه تاعي فيها 4 حبات بيض. هنا قسمت كامل المكونات على زوج، نحط لكم في صندوق الوصف الوصفة كاملة. إذا الوصفة اللي كانت عندي اللي كنت نستعملها دائما بربعة حبات بيض. ملاعق تاع السكر ما يعادل ربع كاس تاع السكر. هنا نخدم هنا غير بالفوي حتى وين نحسو بلي السكر بدا يدوب. بدا نزيد في المكونات نص كاس تاع الزيت، نص كاس تاع عصير البرتقال اللي قلت لكم في الوصفه الاصليه هذا حليب، انا عوضته بالبرتقال هكذا باش تجيني نكهه تاع البرتقال في البسبوسه تاعي. زيت قشور تاع البرتقال. هكذا نخلطو غير كاع المكونات ونفرغوها من بعد في القالب. هنايا كاس تاع السميد متوسط، وهنا كاس نصف كاس كما كنت تشوفو، نص سميد ونص فرينه. اذا هنا الفرينه درت زوج ملاعق، زوج مغارف كبار تاع الفرينه هكذا باش يخلي العجينه الحلوه تاعي تجي متماسكه. كيس خميره كيميائيه، نسيت ما درتش القرصة تاع الملح، نحطها مع السميد نقطعها. فوالا هكذا خلاص، وانا خلطت كامل المكونات ديالي. وانا وجدت القوالب تاعي، انا حبيت نديرهم في هاد القوالب. اذا دهنتهم مليح بالزبدة ورشيت عليهم السميد، وكاين اللي رشيت عليهم الفرينة. اذا هنايا الخليط تاعي خلاص راهو واجد، دوك نبدا نعمر. الكوشة تاعي راهي شاعلة، دوك شعلتها على 180 درجة. دوك نبدا نعمر في القوالب، نحطهم يطيبوا. بسم الله. اذا هنايا كيما راكو تشوفوا العجينه تاعي راهي شويه جاريه. اذا هنايا الهدف تاعها باش تجي البسبوسه خفيفه. كما نعرفوا كامل السميد يشرب، اذا هذا هو القوام تاعها. هنا تحصلت على 12 قالب هاد العجينه. هنايا الحبه حطيتها طيب باش نشوف كيفاش تجيني. اذا هكا دوكا نحطهم يطيبوا ونعاود نولي ليكم. الحلوة تاعنا خلاص هنا راهي طيبة كما كنت تشوفوا تحمرت. نقلبهم هكذا باش نفقد نشوف الحلوة تاعي الى راهي محمرة من الداخل، لان هنا مازالها سخونة كما كنت تشوفوا، هنا ما تحمرتش بما فيه الكفاية. اذا هكذا نقلبهم، نحي لهم كامل الليمون تاعهم، نشعل لهم من الفوق يتحمروا هكذا كما كنت تشوفوا، خدوا تحميرة ونعاود نرتاحهم في القوالب تاعهم باش نشربهم.
بسم الله. هنا نبدأ نسقي الحلوة تاعي بشربات نشربها. إذن هنا شربات باردة والحلوة راهي سخونة، هكذا نفرغ بكميات غير بالعقل. حتى وصحت لي شربات ما عندي حاجة، عندي سنيوة من تحت. إذن هنا ملاحظة، استعملت كامل هاد الشربات لكو تشوفوا فيها على دفعات. نجوزو دوكا نحضرو كريمة الحلواني ولا لاكخيم باتيسيغ ذوق البرتقال. إذا هنا لاكخيم باتيسيغ كنت حضرتها معاكم في الوصفة تاع البريوش، نخلي لكم في صندوق الوصف الرابط ديالها، يعني بلا ما نطول عليكم. هنا راهي لاكخيم باتيسيغ واجدة، نزيد لها قشور وعصير تاع نص حبة برتقال. إذا هكذا نفرغ لها ونحرك فوق النار دائما مع التحريك المستمر حتى وين تشد روحها مليح، يعني تغلي غلية ولا زوج، ومن بعد نصفيها. هنا نجوزها في الصفاية، ما بيد راهي سخونة وجارية شوية كي جريتها بعصير تاع البرتقال. إذن هنايا الهدف باش نتخلص من قشور هادوك تاع البرتقال، ممكن تخلوهم إلا حبيتو. إذن أنا فقط هكذا حبيت نحيهم بعد ما تلقوا البنة تاعهم. اذا هكذا لاكريم باتيسيغ تاعي خلاص راهي واجده، ما بيد راهي سخونه. هكذا نعمر القوالب ديالي، عفوا الحلوه تاعي، نعمر هكذا في دوك الثقوب. اذا هكذا نزينها، هذا من نوع من التزيين ممكن نستغناو عليه الا ما حبيناش. حبينا نديرو بسبوسه تاعنا في سنيوه كبيره ونرشو عليها شويه جوز الهند، وهكذا نقسموها طريفات وحنا تحصلنا على احلى بسبوسه. ممكن تاني نديروها في القوالب هذوك صغار اللي نديرو فيهم الطمينه، وهكذا نستغناو على هاد الخطوة هادي تاع لاكريم باتيسيغ. اذا هادي فقط لمسة حبيت نزيدها. وهادي الحلوة تاعنا بعد ما كملت لها التزيين جاهزة هنايا على الطاولة. كما كنت تشوفوا زينتها بلاكريم باتيسيغ في الثقوب، زدت لها رشيت عليها رشة تاع الفستق الحلبي، كاين درت لهم لانوا كوكو جوز الهند. ممكن تاني نديرو جوز الهند في العجينة تتمشى مليح مع البرتقال، نقصو شوية تاع السميد ونعوضو بجوز الهند. اذا هذا يبقى اختياري طبعا، كل واحد كيفاش يحب على حسب الذوق تاعو. زدت لها هكذا شرائح تاع البرتقال. اذا هذه هي الحلوه تاعنا. دوك نرفد حبه نقسم لكم تشوفوا الداخل كيفاش جات. اذا نقسم لكم حبه هكذا تشوفوا كيفاش جات من الداخل. جات حلوه بزاف خفيفه وحشيشه مشربه، شربت مليح شربت تاعها. كما قلت لكم درت كامل هذيك الكميه نكهه البرتقال، زدت لها في البنه. اكيد الناس اللي يحبوا البرتقال راح تعجبهم الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم. ان شاء الله يا ربي تحضروها وتعجبكم. حتى بناتنا صغار ممكن يحضروها بحضره الام طبعا، هكذا تحضروها بكل سهوله، مكونات موجوده في كل بيت. انا في الاخر هكذا ما بقى لي غير نضرب لكم موعد في فيديو جديد ووصفه جديده. الى ذلك الحين دمتم في رعايه الله وحفظه، وإلى اللقاء.